السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو رابط نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للصف السادس الابتدائي الدور الثاني لتربية البصرة. هذا الرابط نتائج تربية البصرة، نزلته بقناتي على التليجرام، وراح انزل الرابط بالوصف وأول تعليق. باقي شنية؟ باقي محافظة نينوى والميسان. اليوم ميسان راح تعلنها، والرصافة الثانية بالمدارس هي ودهوك. هي سنة بقى مو الرصافة الثانية، تم إعلانها بشكل ورقي، وودهوك إعلانها بالمدارس. البصرة هسه نزلناها. باقي شنية؟ باقي نينوى وميسان. ميسان على أساس قالوا اليوم الاثنين، وبعد نينوى لحد الآن. بس ينزل خبر رأسا أنزله لكم.